جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. ليكي، أنت فكرتي ليش جدك وسخ بهالشاب وليش أمنوا عليكي؟ مو بس هيك القصة يا بنتي، وكمان كتب له نص الورثة باسمه. برأيك ما في سبب لهالشي كله؟ طبعاً في سبب لهالشي، وهو أنه أنت وراغو قدرتوا تكسبوا ثقة السيد بالوانت، وبعدين عبيتوا راسه ضد صهري بنتي ماهيما لحتى تقدروا توصلوا لكل شي بدكن ياه. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ حاجة كذب. شيفاني، بتمنى انك تصدقيني، ما حدا غيري كان بيعرف، حتى راغو ما بيعرف، ومشان هيك اخوكي ومرته حاولوا يقتلوني ويتخلصوا مني. بس منيح طلع حظي قوي وما زبطت خطته. ايوه، وبالصدفه اجيت بالوقت المناسب لتنقذ راغو وقت انكشفت حقيقته. انت وين كنت مختفي كل هالفتره؟ لانه انا كنت عم بتعالج بهالفتره. عن جد؟ وحتى علاجك كمان توقيته كتير مناسب مع اللي عم يصير، صح؟ وفوق عم تتهمنا بقتلك؟ عندك إثبات على هالشي؟ شو ما ضل عندك كلام؟ أنا كمان فيني اتهمك كتير اتهامات كذب، وقول إنه أنت اللي حاولت تقتلني. يا ترى انت بتقدر تنكر هي الكذبة؟ شيفاني، لا تصدقي كلامهم ابدا، هدول عم يكذبوا. طيب لحظة، في شغلة لازم تشوفيها.